مكرونه الفريدو بالجمبري والصوص الابيض من الاطباق الحلوه جدا والمغريه اللي بنحب ناكلها بره، بس بيكون سعرها غالي شويتين. هقدمها لكم النهارده بطريقه بسيطه وسهله جدا جدا وبصوص كريمي وغني وفي منتهى الجمال والروعه. مش هبالغ لو اقولك انها احلى من اللي بتاكليها من بره بمراحل. يلا بينا نبدا في الفيديو بتاعنا على طول، بس قبل ما نبدا الفيديو يحب اعرفكم بنفسي، انا اسمي ايمان، ولو حابين تتابعوا وصفاتي اول باول تقدري تنزلي تشتركي حالا في القناه وتفعلي جرس الاشعارات، ويا ريت تعملي لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اول حاجه هنبدا بيها سلق المكرونه. حله فيها تلتينها ميه واحط فيها معلقه من الملح ومعلقه من الزيت او معلقتين من الزيت، واول ما الميه بتاعتنا تغلي هنزل بالمكرونه. انا عندي ده كيس وشايله منه شويه، يعني تقريبا كيس الا ربع من المكرونه الشرايط. تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه انت بتفضليها، اسباجيتي، مكرونه قلم، زي ما تحبي. تاني حاجه على ما المكرونه تبدا تتسلق هبدا اوريكم بس طريقه تنظيف الجمبري. اول حاجه بشيل الراس بتاعه الجمبري وببدا ان انا اقسم الظهر بتاع الجمبري كده بالمقص او بالسكينه، واطلع كيس الرمل اللي حضراتكم شايفينه ده، بيطلع بمنتهى السهوله والبساطه بتشديه. اهم حاجه تتاكدي انك شلت الكيس الرملي كله، لان الكيس ده بيتجمع فيه السموم اللي موجوده في الجمبري، فما ينفعش ان هو يتحط في الاكل خالص او تعملي الجمبري بالكيس ده. وبعد كده هقشر القشر بتاعه عادي جدا. انا استخدمت نص كيلو جمبري بالقشر بتاعه، يعني بعد ما اتقشر تقريبا بقى 300 جرام 350 جرام او ممكن اقل شويه. بعد ما قشرت الجمبري غسلته كويس جدا وعصرت عليه نص ليمونه وسبته 5 دقايق، وبعد كده رجعت شطفته تاني. هنا رجعت المكرونه تاني، اهم حاجه ان انا اقلبها باستمرار عشان المكرونه الشرايط ما تلزقش في بعضها، وتاكدي انها استوت 3 ارباع تسويه، يعني تكون خلاص قربت تستوي. وقبل ما تستوي على طول بشيل منها كوبايه من ميه سلق المكرونه عشان هستخدمها في الصوص بتاع المكرونه الالفريدو. هنزل بعد كده بمكعب من الزبده وعليها معلقه صغيره من الزيت، بس انا حسيت ان الزبده كتير شويه فشلت المكعب ده. بعد ما الزبده اتسخنت كويس والطاسه بتاعتي كانت سخنه هنزل بالجمبري علشان يتصدم، وبعد دقيقه بالظبط هلاقي الجمبري بدا اللون الجهه اللي ناحيه النار بدات تتحول للون البرتقاني، هقلبه على الجهه الثانيه لحد ما ياخد كله نفس اللون، يعني هيتحول لون الجمبري للون البرتقاني المعروف عليه بتاع تسويه الجمبري ده. تمام كده جدا. بعد ما يوصل للون اللي حضراتكم شايفينه ده هبدا ابهره بالبهارات البسيطه جدا اللي عندي، رشه فلفل اسود ومعلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون، وهقلب الكلام ده كويس جدا مع بعض واسيبه تقريبا 3 او 4 دقائق لحد ما يستوي كويس، وما تزوديش عن كده لانه هو لسه هيستوي في الصوص الابيض اللي هنعمله، علشان الجمبري لما بتسويه زياده عن اللازم بيفتل وما بيبقاش حلو. هشيل بعد كده الجمبري بتاعي في طبق وهنزل بشويه من المشروم، لو عندك مشروم فريش استخدميه، ما عندكيش استخدمي المعلب زي ما انا استخدمت النهارده، وممكن ما تستخدميش المشروم خالص. انا بحب المكرونه الالفريدو جدا احط لها مشروم، هي عموما لما بتتقدم في اغلب الاوقات بتتقدم من غير مشروم، تبقى الجمبري والمكرونه بس. هقلب كويس جدا لحد ما المشروم بتاعي يستوي، برده هبخره برشه فلفل اسود ورشه ملح، وبعد كده هشيله في طبق تاني على جنب، وفي نفس الطاسه هحط معلقه من الزبده عشان نبدا نعمل صوص البشاميل او صوص الابيض. انا هعمل النهارده الصوص الابيض بكريمه الطهي، هنزل عندي بكوبايه ونص من كريمه الطهي، اي نوع تستخدميه، ممكن تعمليه من غير كريمه طهي خالص، بمعلقه صغيره من الدقيق، وهنقلبها كويس مع الزبده كاننا هنعمل بشاميل، وبعد كده هننزل بكوبايتين اتنين من الدقيق وكاننا بنعمل بشاميل بالظبط، وهنبهره بملح فلفل اسود ورشه من جوز الطيب. بعد ما حطيت كريمه الطهي نزلت بكوبايه ميه سلق المكرونه، بتدي قوام حلو قوي للصوص بتاع البشاميل او الصوص الابيض. عندي هنا رشه من جوز الطيب وطبعا بهرته بملح وفلفل اسود. بعد كده هنزل بالمكرونه والجمبري و المشروم اللي عندي وهقلبه كويس جدا مع بعضه. الصوص بيكون في الاول خفيف شويه علشان لسه طبعا المكرونه ما استوتش كويس، والجمبري والحاجات دي تقريبا 3 ارباع تسويه، فهتستوى كلها مع بعضها في المرحله دي عشان كل الحاجات دي تشرب من بعضها وتدي طعم حلو. بعد كده حطيت شويه من الكزبره المتقطعه او الكزبره المفرومه وشويه من الجبنه الموتزاريلا، تقدري تحطي جبنه شيدر، جبنه فلامانك، جبنه بارميجان، اي نوع جبن انت بتحبيها، وهقلب الكلام ده مع بعضه وهغطيه واسيبه 5 دقايق لحد ما يستوى كويس جدا مع بعض. هنا بعد ما المكرونه بتاعتي كانت استوت والصوص بدا يتقل ويلزق على المكرونه والجمبري وكلها اتشربت من بعضها وبقت بالجمال ده، هقدمها واعصر عليها عصره من الليمون واحط عليها كمان شويه من الكزبره المفرومه على الوش للتزيين، ولو حابه احط شويه من الجبن على الوش مفيش اي مشكله، وتاكليها بالف هنا وشفا، طعمها حلو جدا في منتهى الجمال واحلى من اللي بتاكليها من بره. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.